ودي ودي ودي. تعورت كابتن، تعورت. المغامر في هذه الحياة وصاحب التجربة هو الشخص البارز في العادة، وهو الذي يصل إلى ما يبتغيه في أغلب الأحيان. صحيح بأن بعض المغامرين لقوا حتفهم، ولكنهم سطروا أسماءهم في التاريخ. السلام عليكم يوتيوب، جودي سكيت هنا. اليوم جايكم بفكرة مقطع جديد. طبعا كل مرة بحاول أفاجئكم، لكن هذه المرة غير. حنشوف مين معانا اليوم وش الهرجة كاملة مع كابتن هتان كتبي. حنسوي لكم مقطع من هنا إن شاء الله. طبعا ما حتكلم أنا. حياكم الله، هتان كتبي، هتان كتبي موتو فلوغ. أنا متخصص في الدرجات النارية، تجارب أداء، صيانة، سلامة، دبابات أربع كفرات، كفرين، دبابات ما شاء الله تبارك الله. بس هنا أنا بتعلمني أسوي حركة أنا. أكيد. ترى ما أعرف أسوق دبابة، أول مرة في حياتي يمكن أسوق دبابة اليوم. وهذا اليوم اللي حنسويه. طبعًا بعد ما علمك الدباب، هنعلمك ثلاث حركات. هنشوف إيش هتقدر تسوي. طبق السلسلة ذي علي. أكيد. يلا خلينا نشوف. ما نبي نحرق المقطع. طبعًا قبل ما نبدأ، مهم جدًا موضوع السلامة، عشان حمايتنا من أي أضرار تصير لا سمح الله. اليوم جودي لبسنا خوذة وصدرية عشان حماية صدره وعموده الفقري من الخلف. توكلنا على الله. حيقعد يدور 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 الزبدة دحين. والله اني ذوق، هذا لسه ما طلع الدباب. الحين الكابتن هتان تحداكم على عدد لايكات. 15000 لايك. 15000 لايك. 15000 لايك ان شاء الله يوصلوا قبل ما تشوف المقطع. انت يا متابع يا لذيذ، يا رايك انزل الحين تحت على زر اللايك. وفيس يا مان. جودي قبل ما يتعلم الحركة يتعلم شيء بسيط مرة. ايش هو؟ يتعلم اربع اساسيات في الدباب عشان نقدر نسوقه. هذه فرامل امامية للدباب. هذا دعسة بنزين من هنا. ايوه. عندك فرامل خلفية هنا. فرامل خلفية تحت هي هذه برجلك طبعا. ايوه. في عندك كلتش الدباب هنا، وفي عندك تعشيقات الدباب هنا. الاول على تحت. هذه هي صح؟ واربعة على فوق. نعم. الحركة الاولى بيعطينا اياها كابتن هتان، ايش هي الحركة اللي حنتعلمها؟ جودي حيطلع الجبل هذا. ما اتفقنا على كذا؟ ايش بك؟ مرة ما اتفقنا على كذا. هو ده التحدي. طلعني الجبل ذا. 15000 لايك. 15000 لايك. والله لا اطلع. يلا. والله لا اطلع. وريهم. ما شاء الله تبارك الله. التحدي الاول اجتزته. التحدي الثاني. في تحدي ثاني لسه؟ لا تفرح. صعب ولا سهل؟ خلينا نشوف. التحدي الثاني اسمه النافوره. جودي حيحاول يسوي نافوره بالدباب. نافوره في الرمل اول مره ادري. نافوره رمل. خلينا نشوف التحدي كيف طريقته. يلا بسم الله. تقدر تسوي كذا؟ باذن الله. الحين حتشوف حركات احسن من كذا كمان. شباب التحدي الثاني كويس اني قدرت اجيبه. لا ما شاء الله تبارك الله ابدع. نصيحه، لا تجرب هذا الشيء الا يكون معاكم واحد مختص ويعلمكم الاساسيات، يكون عندكم رخصه دباب، يكون عندكم كل الاشياء اللازمه. التحدي الثالث. والله دائما نسمع انا مثل من جدة تقول الثالث ثابت. ابغاك تمشي الدباب على الجنب. كيف على الجنب؟ شيء يسموه تسييف، سلايدنج على الرمال. انا صراحه ما فهمت الحركه كيف بالضبط. خلينا نوريها فيديو. اوكي خلونا نشوفه. يلا المقطع. كان معاكم جود ستيت هتان كتبي. هتلاقوا قناة هتان كتبي تحت الديسكريبشن. وربي في اشياء مرة خطيرة انا ما بتكلم. خليهم يشوفوا.
شوف الفيديوهات واحكم عليها. واللي لسه ما سوى لايك ينزل سوي لايك. اذا كنت جديد بالقناه اول مره اكتب لي فيديو سوي سبسكرايب. وعندي سؤال، ايش الموهبه اللي تبغوني اسويها في الحلقه الجايه؟ وفي السلام.